بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة أولى إعدادي نستأنف مع الصفحة رقم 12. إذا عندنا لي زوبجيكتيف ركونيتر إي أمبلوي دي زانديكاتور دو طون. ركونيتر إي أمبلوي دي زانديكاتور دو طون. ركونيتر إي أمبلوي دي زانديكاتور دو طون. إذا من ضمن الأهداف طبعا أن تعرف وتستعمل لي زانديكاتور دو طون. كما نقول مؤشرات الزمن. إذا سنتكلم عن مؤشرات تدل على الزمن. أن تعرف هاد المؤشرات ثم أن تستعمل هاد المؤشرات. إذن هذه من ضمن أهداف الدرس. ثم أنديكي أفيك بريسيزيون أن بوا دو طون. أنديكي أفيك بريسيزيون أن بوا دو طون. يعني أنك تحدد أنديكي أفيك بريسيزيون يعني بالضبط. أفيك بريسيزيون يعني مع الدقة كما نقول. لا بريسيزيون يعني الدقة. أفيك بريسيزيون أن بوا دو طون. يعني أن تدل أو تحدد بدقة un point du temps يعني نقطة من الزمن. المقصود أن نتكلم عن تاريخ بعينه من الزمن. نذكر مثلا اليوم ونذكر الساعة وربما نذكر الدقيقة والثانية. إذا نتكلم عن نقطة من الزمن وكأن هذا الزمن الذي نعيشه هو خط دائما في تطور وعليه مجموعة نقاط تحدد الأحداث التي نصنعها. إذن أنديكي أن بوا دو طون. إذن نتكلم عن تحديد نقطة من الزمن. إذن عندنا هذا النص هذا لا سان سو باس أون بريطان. المشهد حدث في بريطانيا ميركودي 6 جانفيي 2016. إذن حدث في هذا التاريخ يوم الأربعاء 6. المشهد أو الحدث الذي سنتحدث عنه حدث في 6 يناير من 2016 إلى 22:30. إذن كانت العشرة ونص ديال الليل. إلى 22:30 إلى 22:30 يعني أن كانت العشرة والنصف ليلا. لا كومبان بريطون. لا كومبان بريطون. إذن نتكلم عن البادية البريطانية إي بلونجي. إي بلونجي. لا فيغ بلونجي المقصود به أنك تغمر شيئا في واحد السائل. يعني أنك تدخل أو تتغطس. أنك تغطس شيئا في سائل. هذا هو المقصود بلونجي. طبعا هنا المعنى فقط معنوي. إذا نتكلم عن البادية البريطانية بأن بلونجي كما نقول بأن مغمورة أو مغطوسة دولانوي يعني في الليل. المقصود بأن الليل كان يسيطر على هذه البادية. المقصود أن هذا الليل كان يسيطر على هذه البادية البريطانية. إل بلو سلوا بلوفوا. إل بلو يعني أنه يمطر. المقصود بأن الجو كان يمطر يعني كان هناك مطر. Un automobiliste se hâte de rentrer chez lui. Un automobiliste se hâte de rentrer chez lui. إذا نتكلم عن سائق سيارة se hâte. هذا الverb se hâte يعني أنه أسرع. إذا عندنا سائق كان يسرع se hâte de rentrer chez lui. كان يسرع للدخول عنده chez lui. المقصود كان يسرع للدخول إلى منزله. Soudain ثم فجأة dans la lumière des phares. Dans la lumière des phares. طبعا على ضوء مصابيح سيارته. طبعا نتكلم عن الأضواء القوية تسمى فار. تنقولوا احنا بالدارجة الفار. إذن dans la lumière des phares. إذن على ضوء مصابيح السيارة الأمامية apparaît un petit cycliste. Apparaît يعني أنه ظهر. Ça va apparaître. Apparaît un petit cycliste يعني أنه ظهر طفل صغير يمتطي دراجة. إذا نتكلم عن سيكليست كما نقول دراجي كما نقول دراج. إذا بيتي سيكليست كما نتكلم عن دراج صغير. المقصود سائق دراجة صغيرة. أون بيجاما. أون بيجاما إذا نتكلم عن لباس النوم الفضفاض شيئا ما. إذا نقول بيجاما. إي أون طون. إي أون طون إذا نتكلم عن حذاء خفيف. حذاء خفيف يسمى طون. أون طون. جان فرانسوا بينو non croit pas ses yeux. إذن جان فرانسوا بينو إذن هذا الشخص هذا non croit pas ses yeux يعني أنه لم يصدق عينيه. Le vélo est dépourvu de lumière. هذا السائق الذي يسمى جان فرانسوا بينو non croit pas ses yeux يعني أنه لم يصدق عينيه. عندنا الverb croire. croire يعني صدق أو آمن بشيء. إذن هو لم يصدق ses yeux يعني عينيه. Le vélo est dépourvu de lumière. يعني أن الدراجة est dépourvu.
يعني كما نقول بأنها محرومة، المقصود أنها لا تتوفر على دو ليميير، لا تتوفر على ضوء، كما لو نقول هنا بأنها محرومة من الضوء. إي لا غوت إي دونجوروز، والطريق خطيرة. إذا الطريق خطيرة، وهذا الطفل الصغير الذي يمتطي الدراجة يسير في هذا الظلام بدون ضوء، يسير بالدراجة بدون الضوء في هذا الظلام وفي هذه الأمطار. إل ساغيت، إل ساغيت، إذا هذا الشخص، إذا هذا السائق توقف، ستوب لا بيسيكليت، ثم أنه أوقف الدراجة، في مونتي لونفون، ثم أنه عمل على كما نقول ركوب. إذا في مونتي لونفون يعني كما نقول بأنه عمل على ركوب الطفل، يعني أنه جعله معه في السيارة، كما نقول بأنه أركبه في السيارة. في مونتي لونفون ترومبي، ترومبي المقصود بأنه مبلل، يعني أنه سرد. اترونزي، ترونزي المقصود أنه يرتعد دون سا فواتور. إذا هذا السائق عمل على ركوب هذا الطفل الصغير المبلل والمرتعد، عمل على ركوبه أين؟ دون سا فواتور، يعني في سيارته. أبل لي جوندارم، ثم أنه اتصل بالدرك كي ألوغ تور، كي ألوغ تور، الذين بدورهم هاد الدرك يعني رجال الأمن، ألوغ تور الذين بدورهم غيفي لو مير دو لا كومين، يعني أنهم أيقظوا عمدة هاد القرية أو عمدة الجماعة. إين دومي أوغ بليطاغ، نصف ساعة بعد هذا الوقت، إين دومي أوغ بليطاغ، على ميغي، يعني كما نتكلم عن الباشاوية إن صح التعبير، نتكلم عن مكان عمل هاد العمدة. لونفون راكونت سون استواغ، إذا الطفل يحكي قصته. إيل دي سابلي، كما نقول هو قال يسمى، هو قال يسمى. إيل دي سابلي كيفان، إذا هو قال بأنه يسمى كيفان. أفوار سانكون، وعنده خمس سنوات. دون لاسواغي، في المساء، سون بيغ، إذا أباه أن أغريكيلتور، هو فلاح دو لا ريجيون، يعني من المنطقة المذكورة. سيتي فوندغي، أنه سقط. انكونسيون، سقط غير واعي. كونسيون أنه واعي، انكونسيون يعني فاقد للوعي. إذا كونسيون يعني أنه واعي، انكونسيون يعني فاقد للوعي. انكونسيون يعني أنه بدون وعي أو فاقد للوعي. دون لا كوزين، إذا هو سقط في المطبخ. ألوغ، إذا إل أ ديسيدي دو باغتيغ أ بيسيكليت شيرشي سا مامون كي تخافاي دو نوي. إذا هذا الطفل الصغير إل أ ديسيدي، إذا هو قرر، إذا عندنا لو فيرب ديسيدي دو باغتيغ أ بيسيكليت، إذا هو قرر للذهاب على الدراجة شيرشي سا مامون، إذا هو قرر الذهاب على الدراجة شيرشي سا مامون ليبحث عن أمه، كما نقول بأنه ذهب على الدراجة بحث أمه، المقصود أنه ذهب على الدراجة ليبحث عن أمه. إذن il a décidé de partir à bicyclette chercher sa maman qui travaille. إذن هذا الطفل الصغير قرر بعد سقوط أبيه مغشيا عليه في المطبخ، قرر الذهاب على دراجته هذه في هذه الأجواء المظلمة والممطرة ليلا chercher sa maman، ذهب ليبحث عن أمه كي تخافاي دنوي التي تعمل بالليل دون زين كويزين، يعني كانت تعمل بالليل في مطبخ سيتوي، يعني أنه يقع سيتوي سالفير سيتوي، هنا عندنا سيتوي يعني أنه يتموقع بمعنى آخر، يعني أنه يوجد في مكان ما. إذن يقع أين؟ أ 10 كيلومتر دو لا فيرم، إذن هذا المطبخ الذي تعمل به أمه ليلا يقع على بعد 10 كيلومترات من هاد المزرعة، بعيدا عن هاد المزرعة ب 10 كيلومترات. غراس او زانديكاسيون دو لونفون، بفضل اشارات الخاصة بالطفل. غراس او زانديكاسيون دو لونفون، اذا بفضل توضيحات الطفل، لومبيلونس دي بومبي فا شيرشي لو بابا دو كيفا، لومبيلونس سيارة الاسعاف دي بومبي الخاصة برجال الاطفاء، فا شيرشي لو بابا يعني هي ذهبت لتبحث عن الأب دو كيفان، إذا أب كيفان، أب هذا الطفل الصغير. أمينوي، في منتصف الليل، إلي ألوبيتال، إلي ألوبيتال، في منتصف الليل، إلي ألوبيتال، هو كان في المستشفى.
إلى صوفي، يعني هو أنجد إلى صوفي، هو أنجد يعني أنه تم إنجاده. ويجور بلطار، إذن 8 أيام بعد هذا، ويجور بلطار 8 أيام بعد هذا، إلي دو غوتور على ميزون، إلي دو غوتور على ميزون، يعني هو عاد إلى المنزل. السوغمي، عندنا هنا الفرق سوغماتخ، سوغماتخ يعني أنك توضع مجددا، نتكلم على الفرق ماتخ يعني أنك تضع شيئا. إذن روماتخ أصلا تعني أنك تضع شيئا مرة أخرى، أو المقصود به تماثل للشفاء. إذن السوغمي المقصود هنا بأنه تماثل للشفاء، يعني أنه بدأ يشفى لونتمون يعني ببطء، يعني أنه بدأ يشفى شيئا فشيئا دو سا كريز كاردياك. إذن بدأ يشفى من أزمته القلبية، إذن بفضل هذا الطفل الصغير الذي غامر بحياته، إذن بفضل توضيحاته، إذن استطاع المسؤولون أن ينجدوا حياته. إذن نستأنف الحلقة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.